السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تمام وأهلكم كويسين. ما شاء الله ما شاء الله، نجمة السالم، نجمة السالم، مؤسسة نجمة السالم، رحلات إلى عمان، إربد، سوريا، من أفخم شركات التوصيل. طبعا إحنا بنشجع الكل، شركات التوصيل، صالونات، مستشفيات، مدارس، أكيد أي مشروع بيهدف لخدمة المجتمع احنا بنشجعه، ودائما بنقول الله يجيبكم الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق وكل أنواع النعم إلكم لكل حبايبكم دنيا وآخرة قبل ما يجيبوا إلي، نفسيا، صحيا، اجتماعيا، ثقافيا، إيمانيا. وأحلى مشروع وأكبر مشروع وأكبر فرح وأكبر عيد وأكبر نجاح وتوفيق وأكبر نعمة إنه إحنا نحصى لحب الله ورضاه. كيف؟ عن طريق النية الحسنة، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين. كل واحد حسب مفهومه يحسن للناس، يصبر على الناس، يكون من المتقين، يخفف من العادات اللي مش كويسة بالتدريج. أولهم أنا مش كويس، عم حاول أحارب النفس أمارة بالسوء. سلم إيديكم وقلبكم.